السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في التقرير اليوم الجديد المقدم من ثينك ماركتس. معاكم محمد زيدان. النهارده اهم خبر هو تقرير وظائف الغاز الرعاية للولايات المتحده، الخبر الشهري اللي تنتظره الاسواق دائما لبناء رؤيه مستقبليه على اداء الاقتصاد الامريكي. من الحاجات اللي دعمت اسواق الاسهم وشهيت المخاطر في الجلسات السابقه هو اول حاجه التفاؤل بخصوص حزمه ثانيه من التحفيز واللي هيتم الموافقه عليها من الكونجرس الامريكي، وده لدعم الاقتصاد الامريكي من التبعيات السلبيه لفيروس كورونا. وعندنا انخفاض عوائد السندات بشكل واضح، وده نتيجه البرامج التيسيريه اللي اتخذها البنوك المركزيه وخاصه الاحتياطي الفدرالي الامريكي. ولكن النهارده توترات ما بين الولايات المتحده والصين المتمحوره او المحور بتاعها هو برنامج تيك توك والاجراءات اللي بتاخد عليها بيخلي الاسهم المخاطر تنخفض بشكل واضح النهارده. احنا شايفين ان خبر وظائف الاسواق تتوقع ان الاقتصاد هيضيف 1.5 مليون وظيفه جديده مقارنه ب 4.8 مليون في القراءه السابقه، ومعدل البطاله تنخفض من 11.1% ل 10.5%. طب تعالوا نشوف التحليل الفني وايه اهم المستويات اللي بنتابعها. اول حاجه نبدا باليورو دولار. اليورو دولار نجح ان هو يوصل لمستويات 19 15 في جلسة امبارح، ولكن لقينا ان في زخم بيعي بدأ يخش على اليورو دولار وعمليات جني ارباح اتوقع انها قد تستمر على المدى القصير. النهارده انا ما عنديش فرص واضحة اخش، بالعكس انا افضل الحياد في الدولات النهارده، ولكن المستويات دي لازم تركز عليها. ممكن التصحيح دوت يدفع السعر لمستويات 17 50 او 17 20، وممكن من هناك نفكر في الشراء مرة تانية. المستوى المهم اللي بالنسبة لنا هو المستوى 1680، مادام السوق فوقيه دايما سيناريو الشراء هيكون أفضل. لو شفت أي إغلاق تحتيه ده معناه سلبي على المدى القصير. طيب إمتى ممكن أشتري؟ أشتري لو شفت تاني السوق رجع فوق مستويات 1.19. يعني انت ممكن لو شفت السوق رجع فوق 1.19 ترجع تاني تشتري اليورو دولار، غير كده يا اما تكون محايد تستنى هبوط، اما تكون مضارب على المدى بيع على المدى القصير. بالنسبه للجنيه الاسترليني نفس الكلام اللي على اليورو، وصل لمستويات مقاومه محوريه فشل هو يكسرها كذا مره، ادي المقاومه المحوريه فشل يكسرها حوالي 3 مرات، والنهارده شفنا دخول بيعي ده ممكن يدفع السعر لمستويات 30 او حتى 29 80، مستويات دعم مقاومه وممكن مستويات دعم مهمه، وممكن من هناك تبني مراكز شرائيه، ولكن ده يفضل يكون على الاسبوع الجاي. الحاله الثانيه انا ممكن اشتري لو شفت السوق رجع فوق 31 80 وهتبدا اشتري واهدافي تبقى عند 32 50. بالنسبه للدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي الاثنين برضو في فشل لكسر مستويات مهمه على المدى القصير، وده اللي لو يزود الضغوطات البيعيه وبدانا نشوف البائعين يرجعوا بقوه بعد ما كان المشترين هو المسيطرين، وده اللي يدعم بعض عمليات جني ارباح لمستويات 71 80 ممكن 71 50 مره ثانيه على الاجل القصير، فيما لو شفت اي كسر ال 72 50 وقتها ممكن تشتري، غير كده انت تفضل سيناريو بيع او زي ما قلت تكون محايد. النيوزيلندي دولار ضغوطات بيعيه بدات تتولد مره ثانيه، لو تشوف اخر 3 شماعات على الدرجه من 4 ساعات، حتى الصعود اللي شفناه الاخير كان اضعف من البيع، وده اللي يدعم بعض الهبوط مره ثانيه لمستويات 65 80، بس بشرط ما تصيرش القمه اللي هي عند 66 80 مره ثانيه. بالنسبه للدولار الامريكي مقابل الين محاولة هبوط، ولكن الشرايين موجودين مرة تانية، عندنا 106 تحدي مهم اتوقع انه ممكن ينجح في اختراقها النهاردة ونشوف ال 126، بس بشرط ما اشوفش اي هبوط تاني تحت ال 184. بالنسبة للذهب خلينا نبص على الذهب، والذهب اللي بص عليه في ربع ساعة انا بقيت سلبي عليه على المدى القصير، سلبي عليه المدى القصير، شايف انه ممكن يدخل عمليات جني ارباح قوية ممكن تدعم السعر لمستويات 20 30 أو 20 20، ومن هناك ممكن أفكر في الشراء مرة تانية اللي هي 2020 أو 2036، بس بشرط ما أشوفش السوق ينجح فوق إن هو يطلع فوق 20 68 مرة تانية. الضغوطات البيعية دي هتستمر كعمليات جني أرباح، وخاصة بدأ يتولد الشراء البائعين هنا بعد ما كان المشترين هم المسيطرين بشكل واضح. الدولار الأمريكي مقابل الكندي محاولة لكسر القاع، ولكن عودة بقوة، عودة شرائية بقوة، وده اللي ممكن يدعم بعض الارتفاعات تاني للمقاومة ل 34 20 مرة تانية، بس بشرط ما أشوفش كسر مستويات 33. بالنسبة للنفط الأمريكي كان 42.5 مستوى مهم، وكنا متوقعين ارتفاعات، ولكن السوق أغلق تحتها مرة تانية ورجع تحت 42.5، دي كانت إشارة سلبية على المدى القصير، ممكن ترجع لنا السوق ل 41.20 بشرط حفاظ على مستويات ال 42.5 مرة تانية.
عندنا الداو جونز الامريكي، الداو جونز الامريكي الارتفاعات القويه اللي شفناها دفعته لمستويات مقاومه مهمه. انا هنا ولا افضل البيع ولا الشراء، مع ان انا شايف ان ممكن اي هبوط لمستويات 27100 27050 هبدا اشتري مره تانية، خصوصا العقود الفوريه وصلت 27400، ده مستوى مهم جدا على الاطار الزمني كمقاومه مهمه، وعلى الاطار الزمني الاسبوعي فدوت ال 27400 ما دام هي متماسكه يبقى نستنى اي ضغوطات بيعيه ونرجع نشتري مره تانية، لاني على المدى المتوسط انا شراي افضل سيناريو الصعود، ولكن كبيع لا اتجنب، استنى الهبوط الاول وابدا اشتري من تحت، هيبقى الاستراتيجيه الافضل ليك على المدى القصير. ال 27 26800 ممكن نشوف اعاده اختبارها. ده باختصار اهم مستوى دعم ومقاومه النهارده ومناطق تركزها بشكل عام. انا محايد النهارده ويفضل انتظار يوم الاثنين حققنا نتائج ايجابيه خلال الاسبوع، فبالتالي مش لازم نتسرع ونجازف بكل حاجه. المشاهده بعض الاحيان تعتبر صفقه في حد ذاتها، واللي هيضمن نجاحك دايما على المدى القصير والمدى الطويل هو الالتزام باوامر رفع الخسائر واداره راس المال وحجم صفقات تتناسب مع حجم حسابك. شكرا للمتابعه مره تانية، كان معاكم محمد زيدان، مع السلامه.